شو بدكم عمي؟ امشي معنا عاوزة اخي. طلاق ما رح طلق انا، وبتروحوا بتفهموا اهلكم هالحكي. وطي صوتك سمعوه. لا سيدي ما رح وطي صوتي، هي رح احكي قدام كل الخلق. انا ما رح طلق، حرمتي ما عم تبعتوا لي او انا ما رح طلقها. وطي صوتك سمعوه. شو هاد بقولك عظيم؟ هيدو رح يعلو. والله هيك الهيئة. تعال اقلك اول مرة بدوية. ايه بدي تعال انت حنشد. سعد في شر يطلع من وش سعاد. شو كان؟ شو كان بدك ياني أعمل يعني؟ البنت صار لها حصة منحوشة عنا، والله بيعلم شو في بداخليتك، وإخواتها أنت مانعهم يحكوا معه، وأنت مطول بالك عليه؟ لإمتى يعني؟ لإمتى؟ روحي من وشي، ما بدي اغلط، ما بدي اغلطها. انت انا ما كان بدي اياها تضلها معلقه ولا مطلقه. لك تنباعوا بالعزاء قدو البيت كله. انبسطتي هالراس السعاد؟ تفضلي. عم تخربي بيتك بايدك، انت عم تخربي بيتك بايدك. لكم شايف شي قدام عينيك؟ لك والله العظيم، والله لاولادك عملوا اللي عملوه بالحاره من قولن ومن راسن وبدون جوري، والله لا ادفنن مطرح ما انولدوا هون. هاي بالله كتر خيرك صاحب، والله ما طالع معي غير هيك. الله كتر قلب خيرك، خربي بيتك قد ما بدك. لك كل عمرك احسن مني، بس المره انا احسن منك. وتذكري هي، وتذكري انك كنت متزوجة رجال. عبشو بس عبشو. انا برايي هي القصه تبع سما ولازم تنحل ابو عصام. خلينا نروح لعند الشيخ عبد العليم ونشوف شو رايه بالقصه. هو هيك يا بي. نحن ليش ما بنروح لعند المحاميه ونستشيرها بالقصه؟ بلكي لقيت لنا حل. وليش ما فكرت تروح لعند المحامية قبل ما تهجم على سمعه وتضربه؟ خالي مشان الله، مشان الله لا تجور علينا. لك سمعه بيستاهلها، بيستاهلها هي القتلة. وعبده شو دخلوا حتى تضربوه؟ ها؟ عبده كان صافف معه. لك عبده عرفان حاله وعم ينصافف لك أبي. بس انت واخوك ما تستحيتوا، لا والله ما تستحيتوا. طول بالك ابو عصام، طول بالك. طيب شباب، قصة ونحلت خلاص. شو قلت أبي؟ خلينا نروح لعند المحامية. وكلني وبعدين برفع دعوة تفريق. وليه معناتها هي حتاخذ وقت القصة؟ قد ما أخذت وقت رح تتطلق منه إذا هي ما بدها إياه. وين مشكلتك؟ شو وين مشكلتي؟ الله أعلم بالحال يا أستاذي، الله أعلم بالحال. لا عم أقول كنا وإن صرنا. والله نحن ما كنا هيك يا أخوانا، والله ما كنا هيك. محاكم وقصص ودواوين. لا عم شو اختلفت الدنيا علينا؟ مشاكل المجتمع وحدة، ومجتمعنا عم يكبر، والمحاكم ضرورية، وإلا الناس كيف بدها تاخد حقها؟ لإمتى بدنا نضل بعقلية نحن ما منفوت مخافر؟ كنا بالشرع وماضية وخالصة. نحن ما طلعنا ولا ممكن نطلع خارج الشرع. أصلاً الشرع هو روح القانون. نحن منين قوانيننا؟ من الشرع. طب يا أنسي، يعني عفواً، الشرع شو بيقول بقصة بنتي؟ الشرع بيقول مثل ما بيقول القانون تماما، والقانون رح يحمي بنتك
ورح ينصفها، لا تخاف. شلون؟ دعوى التفريق بتصير لأكثر من سبب. مثلا التفريق لعدم الإنفاق، التفريق للشقاق والضرر، وهي موجودة بقضية بنتك لأنه هي تعرضت للأذى والضرب. وعندك كمان التفريق للعلل، وكمان هي موجودة بقصة بنتك. أكيد أنت بتعرف. لا والله ما بعرفه. شو احكي لي؟ خلي دلال تحكي لك. شو هي خلي دلال تحكي لك؟ احكي لي أنت شو؟ لا معلش، دلال بتحكي لك. علي الطلاق ما يطلع من هون لأفهم، فاهميني يا أنسي؟ أنا رح أقول لك. السيد سمعه عاجز جنسيا. تعال برا يا سو. لا ليش لحتى يطلع خليه؟ نحن شو عم نحكي؟ تعال برا بيروح. اقعد اذا بتريد، تفضل. يا بي خلص الاستاذ عم تقول لي خليني. اقعد. شو بيقول القانون باللي حكي هذه هلا؟ رح نطلب خبرة طبية تأكد لنا أنه هو غير قابل للشفاء أو العكس. من شو؟ شو؟ غير قابل للشفاء من العجز. الا تماما. من الآخر إلا شو رح يصير؟ بعد الخبرة القاضي بيمهل الزوج سنة. عشان لا إله إلا الله سنة؟ إيه؟ القاضي بترك الزوج السنة لحتى يتعافى، لأنه ممكن يكون عجز مرحلي ووقتي وبعدين بيتعافى. يستر على عرضك يا أنسي، كتير سنة ولا كتير؟ لا تخاف، أنا رح أحكي مع القاضي من خلال المرافعة، وهو أكيد رح يوكل محامي، وإذا ما وكل المحكمة رح توكل المحامي بشكل طبيعي. بس أنا بطمنكم، نحن رح نكسب الدعوة كله لصالحنا إن شاء الله. دمك ربع السبب. وينكم؟ سعد؟ 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 مدينة اللي بيجي بتاعه دلال؟ يا مو دلال؟ تعي يا بي تعي، عودوا شوي شوف. شي يا بدلال، انت لازم تنزلي عند المحاميه مشان تعملي وكاله رسميه. عرفتي وكاله شو؟ مشان الطلاق يا ابو. يمشي الحال. شوفي هي انت هلا حاضره وهي بنتك قدام منك. انا بحياتي لا سالت حدا بخصوصياته ولا بسال، وبصل ثانيه قبل ما اسال. سبقني سالت شي؟ عيني بعينك سبقني سالت شي؟ لا والله. في شي يا ابي؟ شوفي هلا بقى بدي اسال اجابات او حلا. يعني تسالي بنتك شو قدامك؟ تساليها عند اخريتها، لاخريتها بالبيت، يعني كيف كانت مع جوزها؟ يو ايه معلش معلش معلش، مو بس هيك كمان بدك تساليها كيف كان هو معها. انت كنت تحكي هالحكي ابن عمي؟ لك لو ماني مضطر ما كنت حكيت، ما كنت حكيت. بس هيك بدل، هيك بدل المحاكم انه شو فهمني؟ خلص هلا فوتي احكي مع بنتك وفهميني داخلتها، يعني المحامي عم تحكي. اذا ما طلع سمعه رجال معكي وطنيه بتطلعوا ونخلص. ابن عمي رأى قلبك من ناحيتي. روح يلا سعاد. بدي اقول لك شغله واحده بس. مو ظابط يا مو ظابط.
بتعرفي شو كان يعمل؟ كان يقعد على التخت ويخليني افتح حواليه. قال شو؟ قال هيك الشارع بيقول. كان يخليني افتح حواليه 7 مرات اذا بده شيء. بس يا مو يا مو ان شاء الله خلص ما بدي